خطاب الرئيس التركي هذا اليوم كان هو رسالة للغرب بصورة مباشرة، وأيضا رسالة للكيان الصهيوني بإيقاف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. لكن هو ذكر من خلال كلمته العديد من النقاط التي وضعها كمؤشر لما يمكن أن يحصل في المستقبل إذا ما استمرت هذه المجزرة الحاصلة بحق الشعب الفلسطيني والتجاوز الكبير على المدنيين وقتل الأبرياء وخصوصا الأطفال، وحتى المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة والأونروا وغيرها من المنظمات الدولية العاملة التي لم تضع إسرائيل أي حساب لوجودها ولا حتى الصحفيين. لذلك هو ذكر موضوع أنه قبل 100 عام كانت غزة واحدة من المجندة، إشارة إلى الدولة العثمانية التي كانت في المنطقة، وهي إشارة لعدم وجود إسرائيل في تلك الفترة، وإشارة إلى أن هذا الكيان الذي زرع في المنطقة العربية هو كيان مغتصب ولا أحقية لليهود أو لإسرائيل بإنشاء دولة في هذه المنطقة من العالم العربي. أيضا أشار إلى أن هناك ضغوط سياسية موجودة من داخل الأحزاب وحتى الأحزاب التركية المعارضة في تركيا، أيضا هي أشارت إلى أنه يجب استخدام القوة العسكرية، يجب طرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين تركيا وإسرائيل، وهذه ردود فعل شعبية على الحكومة أن تضعها، يعني وضعت الحكومة في حساباتها. أيضا المسيرات التي تخرج يوميا في تركيا أيضا أصبحت تمثل رأي الشارع التركي المسلم تجاه ما يحصل في فلسطين، والحكومة تسير على ما يسير عليه الشعب. لذلك خطاب الرئيس التركي كان هو تعبير عن حالة الشعب التركي. نحن هنا في تركيا نرى كل يوم هنالك حملات كبيرة لمقاطعة الشركات ومنتجات الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني وتدعم هذه الحرب، وأيضا هنالك عزوف لكل المواطنين تقريبا عن شراء هذه المنتجات. أيضا هنالك بعض المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس استهدفوا شركات تدعم الكيان الصهيوني في مدينة إسطنبول ورموها بالحجارة في محاولة منهم بالتعبير عن سخطهم بمواقف هذه الشركات الداعمة للكيان الصهيوني. بالتالي كلمة رئيس رجب طيب أردوغان كانت في تصفي هذا البودق، أنه الشعب التركي والحكومة التركية لم تتكلم كحكومة تركية وإنما تكلمت كدولة إسلامية، عندما قال بأنها حرب ممكن أن تكون هناك حرب بين الصليب والهلال، هنالك نعم حرب دينية، هنالك دول عربية تمتلك من القوة أو دول إسلامية تمتلك من القوة ما يمكنها من الدخول كقوة حقيقية في هذه المعركة، سواء من خلال القوى العسكرية أو حتى القوى الاقتصادية. الدول العربية والإسلامية ليست هيمنة اقتصاد العالم، وأيضا عسكريا تمتلك حتى السلاح النووي المتمثل بسلاح باكستان. لذلك كان التهديد أو الكلام كان شديد اللهجة ورسالة وموقف يسجل لتركيا ولرئيس رجب طيب أردوغان. نتمنى أن كل رؤساء الدول يتخذون هكذا مواقف ويتوحدون في كلمتهم من أجل إنقاذ هذا الشعب الذي يعاني من آلة بطش حقيقية تقتل دون هوادة كل ما هو حي على فلسطين من نعم. من إنسان وحيوان وشجر.